أنا أنتظر أن أعانق متان ابني وكل العائلات التي تنتظر أن تعانق أحبائها. نحن قريبون لصفقة، يجب أن لا نفوت هذه الفرصة. لا نحن فقط من يقول ذلك، كل الشعب يريد عودة المختطفين، والشعب مستعد لدفع ثمن وقف الحرب من أجل عودة كافة المختطفين. المختطفون لا يملكون الوقت، لا يمكننا أن نعيدهم جميعا بعمليات عسكرية، وبالتالي يجب توصل صفقة تنقذهم. أنا أوان اتخاذ قرار الموافقة على صفقة تعيدهم أجمعين. هناك مختطفون وعائلات لم تحظى بلحظات السعادة التي عاشتها بعض عائلات اليوم. يجب أن نذكر أنه حتى اليوم حرر 17 مختطفا، ولكن بعمليات مختلفة، ولكن في الصفقة حرر أكثر من 100 من الأسرى. كيف الطريق الوحيدة لإعادتهم جميعا تتطلب التزام الإسرائيليين بوقف الحرب. اذهبوا باتجاه صفقة، وافقوا على إنهاء الحرب، انقذوا حياة الأسرى واخرجوهم جميعا.